يعني من الجرائم ومن نحب المال العام، لماذا الان يطلب منه ان لا يحاسب وان يلغى ما قام به؟ نحن اليمن للجميع فليكن مستعدا لان يقع في العداله، ليس هناك ترك من اي حرب اهليه، على هذه لان اليمن اليمن للجميع من نقاش معنا. نعم اشكرك لانه فعلا الوقت وقت البرنامج مخصص للبرنامج.